الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق، نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. فصل في أحكام الوديعة. والوديعة هي الأمانة التي توضع عند شخص ليحفظها لآخر، هي الوديعة. يقول: فصل في أحكام الوديعة، وهي فعيلة من ودع إذا ترك، وتطلق لغة على الشيء المودوع عند غير صاحبه للحفظ، وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ. والوديعة أمانة في يد الوديع، الوديع هو المودع، الوديع أو المودع كله صح، لأن احنا في حاجة اسمها وديعة، وفي مودع، وفي مودع عنده. المودع ده بنسميه ساعات الوديع ونسميه المودع. ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. هل يجب عليه أنه يقبلها ليحفظها ولا لا؟ يستحب ولا يجب، بشرط أن يكون أمين عليه. إن كان ثم غيره، يبقى لو كان في غيره يقدر يشيلها عنده وبيعرضها عليه، يستحب له أن يقبلها. لكن لو ما فيش غيره وحتضيع وهو أمين عليها، يبقى يجب أن يقبل، وإلا حتضيع. إن كان ثم غيره وإلا وجب قبولها كما أطلقه جمع، قال في الروضة كأصلها، وهذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. يبقى الوديعة بتاخدها مجاني، بشرط ألا تتلف منفعتها ولا تتلف حرزها، يعني الوعاء اللي محطوطة فيه أو الغلاف اللي ملفوفة فيه، لا تتلف ده ولا تتلف منفعتها. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي، لو خدها وحفظها في مكان مناسب، حصل حريقة واتحرقت لا يضمن، طالما حطها في مكان مناسب. لكن لو قصر، تركها على قارعة الطريق، أي حد يعدي ياخدها، يبقى هو هنا قصر، ما دخلهاش بيته، حطهاش في المخزن، يبقى هنا يضمنها. يبقى لا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها. وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، هناخد أمثلتها في الشرح. منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع، يعني من ضمن صور التعدي، هذا جابها لك على أساس دخل مختصر،
ان انت تحط عندي امانه وانا اقبلها وانت استامن تاني، اروح انا شايلها من غير اذنك استامن عليها واحد تاني، ده غلط. كويس. طب افرض ان انا عايز انقلها لواحد تاني، استاذن المالك، فاذا اذن خلاص، لم ياذن يمكن التاني ده ما فيش بينه وبينه عمار، التاني ده يمكن مش موثوق فيه، واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي لو انا عايز اديها لغيري علشان انا جالي سفر، جالي عذر، اي شيء من هذا، يبقى لازم استاذن صاحب الوديعه قبل ان اودعها عند غيري، عند غيري يعني. منها ان يودع غيره بلا اذن، لو اودعتها عند غيري بلا اذن اضمن، وضيعها التاني يبقى انا هنا اضمن، لكن لو انا استاذنت واذن وضيعها التاني انا بقى ماليش دخل. واضح؟ مش مسؤول في المساله. ومنها ان ينقلها من محله او دار الى اخرى دونها في الحرز. يعني انا كنت قاعد في حي كويس ما فيهوش حراميه وعايش فيه وحاطط الامانات بتاعه، جيت رحت انا نقلت حي تاني مليان حراميه وبلطجيه، فرحت ناقل الامانات في الحي ده وهو اقل حفظا، واخد بالك؟ في الحاله دي اضمن، لان ما نقلهاش من المكان الامين الى مكان غير مامون. لو نقلتها للمكان الغير مامون واستاذنت صاحبها وقلت له الظروف وان المكان ده غير امين وهو وافق، خلاص هو حر بقى، لكن لو قلت له اكيد مش هيوافق، فما نقلهاش الا باذنه. واضح؟ لكن لو نقلتها من محله الى محله اخرى متساويه في الحفظ لا يضمن، في الحاله دي لا يضمن، انه مش مقصر. وقول المودع مقبول في رد. المودع اللي هو ايه؟ الوديع. المودع اللي هي ايه؟ قبل الامانه ليحفظها عنده. مقبول في ردها على المودع، يعني صاحب الامانه انا ردتها له وجي نسي فقال لي اديني الامانه، قلت له يا سيدي انا ردتها لك يوم كذا، حتى كان في موجود ابنك فلان وكان موجود علان وافكره، هو مش عايز يفتكر، لا لسه عندك. فراح رافع عليه قضيه، القاضي يصدق مين؟ يصدق الوديع، واخد بالك؟ لانه هو ايده ايد امان، والاصل ان انا عامل عمل تطوعي بلا مقابل فيصدقني، خدت بالك؟ يبقى وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه، اي الوديع، الواجب عليه بقى طالما قبلها يعمل ايه؟ ان يحفظها في حرز مثلها. ادتني فلوس احطها في المطبخ؟ ما ينفعش، لان الفلوس ما بتتحطش في المطبخ ولا احطها في المصنع في الورشه، الفلوس دي بتتحط في المحفظه وفي الخزنه او في الدولاب واقفل عليه. كويس. يبقى انا احطها في حرز مثلها. ادتني حاجه تتحفظ في ثلاجه، خدتها ما حفظتهاش في الثلاجه ففسدت، يبقى كده غلط. غلط. اديتني شوية لحمة عيد، ذبحت انت عجل ما شاء الله والتلاجة بتاعتك ضيقة، فقلت لي خد 10 كيلو دي شيلهم في ايه عندك في التلاجة، لما احتاجهم هطلبهم. كويس. رحت انت خدتهم ما حطيتهمش في التلاجة، حطيتهم كده ورا الباب ونسيتهم، يومين ثلاثة لما لقيت ريحة الشقة بقت وحشة عرفت انهم نتنوا، يبقى انا كده تضمن. ليه؟ لان ما حطيتهاش في حرز مثلها. حرز مثلها اللي هو المكان المناسب لحفظ كل امانه، كل امانه ليها مكان مناسب ليه. واضح؟ جاب لي البهيمه بتاعته، قال لي شيلها عندك، ما دخلتلهاش الزريبه ولا حطيت لها اكل ولا تشرب، وسبتها بره كده، ناس خطفوها او ماتت من الجوع، يبقى ما حطيتهاش في حرز مثلها، واخد بالك؟ يبقى لازم تاخد كل حاجة تحطها في الحرز المناسب ليها. واضح؟ وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل يعمل إيه؟ ضامن، يضمن ثمنها ليه، يغرمها. واضح؟
وإذا طولب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضامن. جاء طلبها مني قلت له هجيبها لك بكرة، يجي بكرة مش عايز يجي، يمر أسبوع واتنين وبكرة ده مش عايز يجي، وبعدين تلفت بعد ما طلبتها منه وهو تلكأ في ردها، فتلفت في فترة التلكؤ دي والمماطلة يضمن. واضح؟ دي صور الضمان يعني. فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن، يعني هو طلبها مني وأنا داخل مستشفى هعمل عملية، عندي عذر بقى، قلت له طب ما اطلع من المستشفى اعمل العملية حديها لك، لأن دي موجودة في المكان الفلاني وده ما حدش يعرف عنوانه غيري وأنا قافله والمفتاح معايا ومش هقدر أروح، أنا محبوس في المستشفى، أخلص العملية دي وأطلع أديها لك. كويس؟ أبدا عملت العملية وطلعت، على ما رحت لقيت ناس كسروا الشقة وسرقوها منها، ما اضمنش لأن كان في عذر. واضح؟ يبقى فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. ده خلاصة إيه الكلام المختصر في المسألة. هنشوف بقى الشيخ البيجوري فتح المسألة على الواسع شوية عشان يشرحها لك. في الشرح كل الأسئلة دي هيقول لك عليها الشيخ البيجوري بالتفاصيل المملة كمان. شوف قد إيه فالصبر جميل. أول ما نقرأ كلام الشيخ البيجوري لو لقيته نسي حاجة يبقى أسأل. فصل في أحكام الوديعة أي كاستحباب قبولها الآتي في قوله ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها وهي مناسبة للقطة واللقيط. الباب اللي قبلها كان الكلام في اللقطة اللي واحد يلقيها، واللقيط اللي هو الطفل اللي بتلاقيه ملوش أهل ومرمي في الشارع. اللقطة واللقيط يجب حفظهم، إذا أخذتهم يجب، فهي مناسبة لأن تيجي الوديعة بعد باب اللقطة واللقيط، لأن الاثنين أمانة والاثنين واجب حفظهم. واخد بالك إزاي؟ فجاية مناسبة إن دي تيجي بعد الباب ده على طول، مناسبة للقطة واللقيط في وجوب حفظها وأمانتها ونحو ذلك، ككونها تحت يد الوديع كما أن اللقطة واللقيط تحت يد اللاقط يد الملتقط. والأصل فيها، الأصل يعني الدليل، الدليل إن أنا أقبلها وأحفظها قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها. وهي وإن نزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الواحدي أجمعوا على أنها هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت بسبب مفتاح الكعبة يوم الفتح، يوم فتح مكة، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة فطلب علي المفتاح من سادنها أي خادمها وهو عثمان بن طلحة الحجبي فأبى رفض، فلوى علي يده وأخذه منه عنوة يعني، وقال نحن أحق بالسدانة منكم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها ونزلت هذه الآية ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها، والنبي جوه الكعبة نزلت الآية دي. كويس؟ دي تنفع سؤال فوزير، ايه الآية اللي نزلت في جوف الكعبة اللي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ متى؟ في فتح مكة عندما دخل النبي الكعبة وأخذ سيدنا علي المفتاح من عثمان بن طلح الحجبي عنوة وفتحها للنبي، ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها، ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها. فخرج النبي بعد ما خرج ونزلت عليه الآية أمر عليا برد المفتاح إلى عثمان المذكور فرده إليه، فصار يتعجب فتلا عليه الآية فأسلم.
والمفتاح المذكور وإن أخذ قهرا لكنه في حكم الأمانة لكونه مأخوذا بحق. وخبر أدي الأمانة إلى من ائتمنك الدليل الثاني. يبقى في دليل من القرآن إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وفي دليل من السنة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وتسمية الثاني خيانة، ولا تخن من خانك مشاكلة، مشاكلة في اللفظ، يعني لو واحد خاني أخذ منه حقي، لما أخذ أنا حقي منه يبقى أنا ما خنتوش، واخد بالك؟ ولا تخن من خانك. وتسمية الثاني خيانة مشاكلة لأنه استنصار وتخليص حق، أو إشارة إلى أن الأولى العفو، أو أن المعنى ولا تخن من خانك بأخذ غير حقك أو زيادة عليه عقوبة. يعني لو واحد خانك في الأمانة ما تاخدش منه إلا بقدر ما أخذ منك، حتى لو بخدعة دكتور، أو عند الشافعية ولو بخدعة طالما هتاخد حقك، عند المالكية بحكم القاضي. يعني الشافعية مكنوا الإنسان بغير القاضي إنه يحتال ويأخذ حق من واحد بيخونه، كويس؟ بس ما ياخدش غير حق. المالكية قال لك لا، ده افتئات على الحاكم، لابد يروح للقاضي والقاضي هو اللي يمكنه، واضح؟ وهذا كله في الأمر الذي جوز الشارع المجازى به. يعني في أشياء أجاز الشارع أن أنا أجازي بيها، زي الجروح قصاص، مش كده برضو؟ لكن في حاجات لا يجوز الشارع الإيه؟ أن أنا أعاقب بنفس العقوبة اللي أنا عاقبني بيها. وأما الذي لم يجوز الشارع المجازى به كأن زنى رجل بامرأتك فأردت أن تزني بامرأته، فده كده ما ينفعش، لأن ده كده زنا حرام. مش أنا هو زنى بامرأة يوم يجي زوج المرأة دي يروح يزني بامرأة الرجل، ده كده شغل حيوانات بقى، ما ينفعش. فتسمية الثاني خيانة ظاهرة كالأول. والقياس الدليل الثالث، القياس يبقى دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من القياس. القياس يقتضي جوازها لأن بالناس حاجة إليها بل ضرورة لعموم الحاجة إليها، يبقى القياس لعموم الحاجة إليها. وإذا احتاج الناس لشيء ولم يتم يعني إجازته يبقى في حرج على الناس، وجاء الشرع برفع الحرج، يبقى معناه القياس يجزها لرفع الحرج لضرورة إيه؟ لوجود الضرورة إليها. وأركنها بمعنى الإيداع أي العقد أربعة، وديعة بمعنى العين الموضوعة، فليس فيه جعل الشيء ركنا لنفسه وشرط فيه لنفسه وشرط فيها. إيه الشرط بقى؟ الشيء اللي يودع كونها محترمة، وإن لم تكن متمولة ولو نجس تنفع تبقى وديعة. وشرط فيها كونها محترمة وإن لم تكن متمولة، يعني يمكن بيعها يعني، ولو نجسة، نحو إيه؟ حبة بر، حبة بر دي مال؟ حبة قمح دي مال؟ تروح تبيعها حد يشتريها منك؟ حباية؟ مش متمولة، لكنها محترمة، واخد بالك؟ فهي دي ينفع تبقى أمانة، حبة القمح، لكن ما تنفعش تتباع. واضح؟ بيديك أمثلة يعني. وإن لم تكن متمولة جاب لك حبة 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 بر، ولو نجسة جاب لك مثال بعدها وكلب ينفع، كلب حراسة، أدي الكلب اللي ينفع، مش كلب لولو زينة، ده ما يعترفش بيه الشرع. واضح؟ كلب حراسة، كلب ماشية، كلب صيد، دي كلاب محترمة الشرع يحترم، ولا يجوز بيعها لأنها نجسة ونهى النبي عن ثمن الكلب، واخد بالك؟ لكنها في الحالة دي تنفع تبقى أمانة، واخد بالك؟ وهي نجسة.
وكلب ينفع بخلاف غير المحترم. ايه غير المحترم نظامها؟ نحو كلب لا ينفع، كلب شارع كده. وقالت له، ادالك الكمانجة بتاعته، العود بتاعه، البيان، ولا لك شيء بقى، دي ما تنفعش تبقى امانه. طول متشكرين، ما بشيلش الحاجات دي ببيتي، واضح؟ لانها حرام. الشرط التاني يبقى ايه؟ الركن التاني، الركن الاول وديعه. وكلمك على الوديعه، ايه شروطها؟ انها تكون محترمه، ولو لم تكن متموله، ولو نجسه. كويس، دي الشروط اللي فيها. الشرط الركن الثاني في اركان عقد الوديعه صيغه. الصيغه ايه هي؟ ما يشترطش فيها ايه؟ قبول. يعني السكوت ينفع قبول. اقول لك لو سمحت شيل النضاره دي عندك لمده اسبوع، وحاجه خدها منك الاسبوع الجاي. فانت خدتها وانت ساكت، يبقى قبلت. بخلاف العقود الثانيه لازم ايجاب وقبول باللفظ، واخد بالك؟ وصيغة وشرط فيها ما مر في الوكالة، وهو اللفظ من أحد الجانبين بس، مش شرط الاثنين يتكلموا. يعني افرض انك انت قلت لي اديني الايه؟ النضارة دي اشيلها لك على ما تطلع تتوضى. انت اللي قلت لي، وديتها لي، واخد بالك؟ وطلعت تتوضى، نزلت وقلت لي ما خدتش منك حاجة، أو ما لقيتكش، خدتها ومشيت، هذا نصب، نصب بقى. فهمتني بقى ازاي؟ لكن كده انعقد العقد خلاص، يا اما من الوديع او من المودع، واخد بالك؟ والتاني ساكت زي في الوكالة، في الوكالة كده برضه. وشرط فيها ما مر في الوكالة وهو اللفظ من احد الجانبين، وعدم الرد من الاخر. عدم الرد يعني ايه؟ السكوت، حتى لو قال الوديع أودعنيها فدفعها له ساكتا كفى. والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا، أو استحفظتكه، أو كناية مع النية كخذه. الشرط الثالث، الركن الثالث، ومودع بكسر الدال. المودع اللي هو صاحب الشيء اللي بيدهولك تشيلهوله، اسمه مودع. كويس، ومودع اللي هو الراجل اللي هتودع، تودع عنده وياخدها، اسمه مودع بفتح الدال يعني. وان شئت قلت مكان مودع وديع، علشان ما تلخبطش نفسك، بدل ما كل واحده تقول بكسر الدال وفتح الدال، فقال لك خليها وديع علشان ما تبقاش متلخبط. وإن شئت قلت ووديع، وهو أوضح. وشرط فيهما، في المودع والمودع، اللي هما إيه؟ الشخصين، المالك والذي يتحمل الأمانة. الشرط فيهم إيه؟ ما مر في موكل ووكيل، وهو إطلاق التصرف، لأن الإيداع استنابة في الحفظ. فلو أودع ناقص لازم يبقى مطلق التصرف، ما ينفعش أدي أنا أمانة عند واحد محجور عليه، ولا طفل صغير، ولا سفيه، ولا مجنون. كويس، لأنه ده ليس حر التصرف، لا يملك تصرف نفسه، فما ينفعش. وهو إطلاق التصرف لأن الإيداع استنابة في الحفظ. فلو أودع ناقص نحو صبي، ناقصا مثله، ناقص التصرف يعني، ناقص يعني غير حر التصرف زي الصبي. الصبي محجور عليه بإيه؟ للصغر، مو أسباب الحجر ثلاثة، الصغر والسفة وإيه؟ والفلس، الإفلاس، دي أسباب الحجر. السفة يدخل معاه الجنون ولو كبير، أو عدم الإيه؟ حسن التصرف في المال، ده السفة. والصغر يبقى ايه؟ اقل من سن الرشد، يعني لا يحسن التصرف في ماله. والفلس، وحتى لو كان رشيد، ليه؟ لمصلحة الدائنين. يبقى
أنا ما بحجر، بحجر على الصبي وعلى السفيه لمصلحتهم، وبحجر على المفلس لمصلحة الدائنين. فهمت بقى؟ يبقى احنا هنا ناقص الأهلية، لو أودع عند ناقص أهلية زيه، صبي أودع أمانة عند صبي، ابنك في المدرسة ابتدائي ادى الساعة بتاعته لصاحبه اللي في ابتدائي زيه يحفظها له واداله الموبايل، كويس؟ دي ما تنفعش، ده عقد أمانة باطل، واضح؟ ولو أودع كامل، ولو أودع، فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا. طب افرض بقى الصبي ده أودع الأمانة عند واحد كامل، ضامن كل منهما ما أخذه منه، لأن الإيداع باطل. الصبي ده اللي أودع عند صبي زيه، الصبي ده يضمن، يعني اللي قايم على الوالي بتاعه ولا حيض، لأنه ازاي يقبل. ولو أودع الصبي ده عند راجل كامل، الراجل ده يضمن، لأنه ازاي يقبل من صبي، هو اللي مقصر، واضح؟ لأن العقد بينهم باطل، فمحموهوش والعقد باطل. أنا أحميه وأقول له أنت مش هتضمن ويدك يد أمانة واسمع كلامه وصدقه لما يبقى العقد صحيح، لكن ده عقد باطل. فهمت بقى؟ بس يضمن يضمن، الكبير ده يضمن، لأنه قبلها من صبي. ما ينفعش الصبي ده جاي بيقول لك ايه، بابا بيقول لك خد مفتاح الشقة بتاعتنا دي عشان احنا هنسافر لمدة سنة، هنروح مثلا هيشتغل في اوروبا، وانت تاخد منه المفتاح من غير ما تتصل بابوه. ما ينفعش. جاء ابوه لقى الشقة اتسرقت، تضمن ازاي انت تقبل، واضح؟ فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا، ضمن كل منهما ما أخذه منه، كل منهما اللي هو الناقص اللي أخذ أو الكامل اللي أخذ، أدي كل منهما ما أخذه منه، لأن الإيداع باطل، عقد باطل لا ينبني عليه أحكامه. ولو عقد صحيح يده عليه يد أمانة ما لم يعني يتعدى، فهم؟ لكن ده ما فيش عقد أصلا. طيب المثال التالي، سورة تانية، ولو أودع كامل ناقصا، راجل كبير ادى للصبي الصغير قال له شل يا ابني الموبايل بتاعي ده وحاجة اخده منك بكرة، انت مش بتيجي تصلي معنا العصر كل يوم يا ابني، وقت في التانية ابتداء بيجي كل يوم يصلي العصر ابن الجيران، قال له خلي الموبايل بتاعي ده المحمول بتاعي ده معاك، وفي صلاة العصر بكرة تجيبه هاخده منك. الواد ما جاش، او جا وقال له اصل انا كنت في الحضانه والعيال خدوه رموه في التواليت، اي حاجه بقى ضاع مني، اي شغل عيل بقى، فيعمل ايه؟ ولو اودع كامل ناقصا لم يضمن، ما يضمنش بقى الناقص ده الا باتلافه، لانه لم يسلطه على اتلافه، ولا يضمن بغير الاتلاف، يعني ما يضمنش لو ضاع منه، لكن يضمن لو اداله خربان. والضمان هيرسي على مين؟ على والي الصبي، عشان ما ربهوش، وازاي يقبل ياخد الحاجه من غير اذن الكبير، واخد بالك؟ ولا يضمن بغير الاتلاف ولو بالتفريط، يعني الواد خد الموبايل وسابه في الميضه فوق ونسي، كويس؟ ما اتلفوش، ما يضمنش. طب ما يضمنش ليه؟ عشان انت يا كبير اديت لواحد ما يعرفش يحفظ الحاجة، انت اللي مسؤول بقى، واضح؟ لكن لو جابهول وتالف هنا يضمن، واضح؟ يبقى لا يضمن إلا بإتلافه فقط، إنما غير كده ما يضمنش، لتقصيره بالإيداع عنده، لأن الكبير ده الكامل ده أثر إنه يودع الحاجة عند ناقص. حتى لو وبقيت سورة رابعة، أيوه، حتى لو النقص ده حطه في مثل حرزه، حتى لو حطه ما حصلش عقد واضح، العقد فيه خلل، لو حطه في مثل حرزه
او في غير حرزه وضاع ما يضمنش. في مثل حرزه وتلف. لا وتلف برضو يضمن. واخد بالك؟ لانه هو يعني لا يضمن الا بالاتلاف فقط. طبعا التفاصيل دي في ناس يقول لك يضمن مطلقا. ناس يقول لك لا يضمن مطلقا لانه غير مسؤول عن تصرفاته. والكبير هو المسؤول، مذاهب بقى. لكن نشرح مذهب الشافعية. يعني في مذاهب يقول لك لو هو الكبير ده وضع الأمانة عند الطفل، الطفل ده لا يضمن مطلقا سواء أتلفها ضيعها بتاع، ويبقى المسؤول هو الكبير، إزاي يحط أمانته عند الطفل؟ واخد بالك؟ وفي بعض المذاهب التانية تقول لك لا يضمن، واخد بالك، زي وليه، لأنه لم يؤدبه ولم يعلمه انه قبل ما يقبل هذا يرجع له، واخد بالك، وهكذا. يعني فيها هتبقى فيها تفاصيل. لكن هو الشافعيه ميزوا بين الاتلاف وبين ايه التفريط. قال لك لا يضمن بالتفريط ويضمن بالاتلاف، لان طبيعه الطفل ما يعرفش يحفظ، فهي طبيعته كده، طبيعته انه يفرط بحاجته وتضيع منه، واخد بالك، دي طبيعه بحاجته وملكه بتحصل فيها كده. فالشافعية ردوا لي طبيعته، هو طبيعته انه بيفرط، الحاجة تضيع منه، بينسى، واد ملهوج اي حاجة، فلا يضمن لان دي طبيعته. وانت لما حطيتها عنده عارف طبيعة الاطفال، فانت لكن يضمن بالاتلاف، خدها لعب فيها كسرها، يبقى يضمن، لانه عارف انه لما يوقعها على الارض تبوظ، لانه مميز. لو خد الكاميرا دي وراح رميها على الارض كده، ما هو عارف ان لما تترمي على الارض كده خربت، يبقى هنا يضمن. خدت بالك طريقه تفكير الشافعيه؟ وان كان في غيرهم فكروا بطريقه ثانيه. وبقيت صوره رابعه، وهي ان يودع كامل كاملا ولا ضمان حينئذ، اللي هي الصوره الاخيره دي اللي احنا بنتكلم عليها بقى. هو الباب كله معمول عليه ان واحد كامل الاهليه بيودع امانته عند واحد كامل الاهليه. ايه تفاصيل المساله؟ هي دي الصوره بقى اللي احنا بنتكلم فيها، وهي أن يودع كامل كاملا ولا ضمان حينئذ في الحالة دي إلا بالتفريط. وهذه الصورة هي مقصود الباب. قوله هي أي الوديعة، وقوله فعيلة أي بمعنى مفعولة. إن أخذت من ودعا بمعنى ترك، إذا أخذت من ودعا بمعنى ترك تبقى متروكة. ودع موضوعة، ترك متروكة، لأنها موضوعة عند الوديع. وممكن ناخدها بمعنى فاعلة، إن أخذت بمعنى ودع بمعنى سكنة. أنت تقول وديع كده ليه؟ يعني ساكن هادي. يبقى قد تكون ودع بمعنى ترك، وقد تكون ودع بمعنى سكنة. فإن كانت ودع بمعنى سكنة تبقى جاية من الوداعة، تبقى وادعة فاعلة. وإن كانت ودع بمعنى تركة تبقى موضوعة بمعنى مفعولة. فهمت إزاي؟ وبمعنى فاعلة إن أخذت من ودع بمعنى سكنة، لأنها ساكنة وادعة عند الوديع. فيصح أن تكون فاعلة بمعنى مفعولة، يعني موضوعة، كما اشتهر، وهي الذي اقتصر عليه المحشي. المحشي هو مين؟ البرماوي من بيرما، قرية بيرما في الغربية. وبمعنى فاعلة، لأن احنا عارفين حشية البيجوري دي تمت ازاي. الشيخ البيجوري كان شيخ الأزهر، كان يقعد للطلبة يقرأ لهم حشية البرماوي، وده كان شيخ الأزهر قبله كويس، على ابن قاسم الغزي، ويعلق كويس، وتلامذته يكتبوا. بعد ما كتبوا عرضوه على الشيخ، نطبعها؟ قال لهم اطبعوه. فتكمل، فبقت حشيه البيجوري. يعني البيجوري نفسه ما عادش يكتب، ده هو كان بيقرا عليهم حشيه البرماوي ويعلق، واخد بالك. وهو الذي اقتصر عليه المحشي، مش المحشي، المحشي يعني اللي عامل حشيه. لان احنا عندنا بداية التأليف والتصنيف يبتدي بالمتن، المتن اللي هو أقل عبارة
تضبط المعلومة ليسهل حفظها، ده اسمه المتن. يجي المتن ده يتعمل عليه شرح علشان تشرح للناس، الشرح ده يتعمل على الشرح شرح، شرح الشرح ده بقى اسمه حشي، كويس؟ وهو الذي اقتصر عليه المحشي، وبمعنى فاعلة يعني ساكنة وادعة عند الوديع كما علمت. قول من ودع إذا ترك، أي مشتقة من مصدره، فهو على تقدير مضاف أو مأخوذة منه، لأن مادة الأخذ أوسع من مادة الاشتقاق. واعترض بأنهم أماتوا ماضي يدع ويذر، يعني ما استعملوش كتير العرب ماضي يدع اللي ودع وذر. ذرة، سمعت حد يقول لك ذرة فعل ماضي كده؟ ذرة مش مستعملة كتير في اللغة دي، نادرة، كأنهم أماتوها يعني، كويس؟ واعترض بأنهم أماتوا ماضي يدع اللي احنا بنقول عليها ايه ودع ويذر، أي لم ينطقوا به. وأجيب على هذا الاعتراض بأن المراد أنهم أماتوه غالبا، فلا ينافي أنهم نطقوا به نادرا، فيكون ما هنا من قبيل النادر. وأجيب أيضا بأن الذي أماتوه ودع بمعنى ترك، ويصح أن يجعل ما هنا ودع بمعنى سكن، كما في المختار، المختار بتاع إيه؟ الجوهري، مختار الصحاح للجوهري. وإن كان يخالفه قول الشارح إذا ترك، فهو إنما يتمشى على الجواب الأول إن هي جاي من ترك بمعنى ودع مش بمعنى سكن. ويصح أن تكون مشتقة من الدعة وهي الراحة، لأنها من راحة الوديع ومراعاته. كل دي تفاصيل لغوية يمكن ما تفتش كتير طالب العلم اللي هو بيدور على الفقه، لكن ده يبين لك العقلية الأزهرية، إن العقلية الأزهرية تربت على تأصيل كل كلمة، وعلى الاهتمام بعلوم الآلة اللي هي اللغة والنحو والصرف والبيان والأدب والمنطق. كل ده كان الأزهر الشريف زمان يهتم بيه جدا، لأنه بيكون عقلية الأزهري، بحيث لما يجي يخش بعد كده في النصوص الشرعية يقوم يبتدي يفهمها حرف حرف وكلمة كلمة وجملة جملة. ادي طريقة التعليم الأزهري اللي احنا افتقدناها ونريد اننا نحييها مرة اخرى. قول وتطلق لغة على الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ، يبقى ما تقولش على أما تقول لي السبحة دي أمانة، أما أقول لك السبحة دي أمانة تفهم على طول إيه؟ ده مش ملكي، دي ملك واحد سبها لي، مش كده برضو؟ يبقى بتطلق على الشيء اللي هو موجود عند غير صاحبه لغرض الحفظ. فهمت زي دي الوديعة يعني. فهي لغة بمعنى العين الموضوعة، العين اللي هو الشيء نفسه المتعين اللي انت بتشوف بعينك، اسمه العين الموضوع. وقول وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ، أي الصيغة، يعني لها إطلاقين. أما أطلق لك كلمة الوديعة قد أقصد عقد الأمانة، ولما أقول لك الوديعة قد أقصد الشيء الموضوع، بتطلق الإطلاقين على ده على. طب واعرف انا اقصد ايه من خلال سياق الكلام، واخد بالك؟ يبقى تشوف سياق الكلام تعرف ده يقصد الوديع هنا بمعنى الموضوع او الوديع هنا بمعنى عقد الامانه، فهمت؟ وقد وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ، اي الصيغه المقتضيه لطلب الحفظ، نحو استحفظتكه. وتطلق شرعا ايضا على العين المستحفظه، فهي حقيقه فيهما. أما يبقى اللفظ حقيقي في معنيين مختلفين يسموه مشترك لفظي، يسموه إيه؟ مشترك لفظي. أما يبقى حقيقة في معنيين مختلفين يسموه إيه؟ إنما ما يبقى حقيقة في معنى ومجاز في معنى ما يسموش مشترك، واخد بالك؟ لكن ما يبقى حقيقة في زي القرب، القرب معناه الحيض ومعناه الطهر،
فهو لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر. كويس. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ تعمل لنا مشكلة بين الفقهاء، لأن ده لفظ مشترك. يجي الإمام أبو حنيفة يقول لك ثلاث حيضات، الإمام الشافعي يقول لك ثلاث أطهار. واخد بالك؟ يبقى عدة المطلقة عند الشافعية ثلاث أطهار، وعند الإمام أبو حنيفة ثلاث حيضات. ليه؟ لأن ده القرء ده لفظ مشترك، يحتمل دي ويحتمل دي بالتساوي. واضح؟ دي من ضمن أسباب على فكرة وجود مذاهب في الدين، إن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، فيجي فقيه يحمله على الحقيقة يبقى مذهبه كده، فقيه تاني يحمله على المجاز يبقى مذهبه كده، أو الاشتراك أو الخصوص أو العموم. واخد بالك؟ لا، في الفاظ يبقى ليها معنى حقيقي وليها معنى مجازي، زي اسد. اسد ده ليه معنى حقيقي في الحيوان المفترس، وليه معنى مجازي في الشجاع، الانسان الشجاع نقول عليه اسد، فلان ده اسد وهو انسان. يبقى اسد هنا معناه مجازي، اسد يعني شجاع، مش معناه حيوان مفترس. فهمت ازاي؟ لكن اما نقول عين، العين لفظ مشترك يطلق على الذهب، يقولوا على الذهب عين، ويطلق على العين الباصرة، ويطلق على عين الماء، ويطلق على الجاسوس. فهمت بقى ازاي؟ في لفظ مشترك. فهمت؟ في ألفاظ مشتركة تحمل معاني كتيرة، وتعرف أني معنى من خلال السياق. وفي ألفاظ تانية ليها حقيقة وليها مجاز. اما اقول مثلا ايه البحر، يجي في بالك على طول الميه العميقه اللي الناس بتروح تنزل فيها تستحمى او تعبي منها ميه، او فيها مركب بيمشي. مش دي معنى حقيقي كده؟ اول ما اقول البحر تتصور هذا بذهنك، مش كده برضو؟ لكن اما اقول ايه المفتي بتاعنا ده بحر، ما يجيش في بالك بقى البحر الحقيقي، يعني علامة، تفهم منه انه علامة، عالم كبير ما تعرفش تغوص فيه وتخلص اللآلئ اللي جواه كالبحر. واخد بالك؟ لا تدرك قاعه من شدة عمق علمه. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى في حاجة اسمها حقيقة ومجاز، ما تدخلناش في ايه في حتة تانية. سؤال بس اخير، هو دلوقتي العين ما تطلق حقيقة على كذا طب وانا اعرفها على اي مدلول؟ بالسياق. بالسياق بدون مجاز، فهما الاثنين يسموا مشترك لفظي كده. المشترك دي حاجات اللي وضعها مش انا ولا انت، ده استعمال العرب كده، يعني احنا اتولدنا لقينا العرب بيستعملوها كده. فهمتني ازاي؟ مش انا اللي وضعتها ولا انت اللي وضعتها، ده واضع اللغه في الراجح هو الله، لعلمك. والناس مستعملين لما وضعه الله. واضح؟ بس. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف إيه؟ ألسنتكم وألوانكم. فالألسنة دي وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا اللغات. واخد بالك إزاي؟ ومدلولات الألفاظ، هذه الأسماء على أحد المعاني، يعني لأن كلمة علم آدم الأسماء كلها بحر كبير في المعاني. والوديعة أمانة في يد الوديع، وفي بعض النسخ في يد المودع بفتح الدال المهملة. والنسخة الأولى أوضح، عشان إيه؟ ما يقولكش فتح الدال ولا بتاع، يقولك وديع خلاص تبقى عرفتها، لأن فعيل بمعنى إيه؟ مفعول. أوضح، والمراد أن الأمانة متأصلة فيها لا تابعة، بمعنى أن القصد منها الحفظ. فإن عرض فعل مضمن فعلى خلاف الأصل. فإن عرض فعل وضمناه يبقى الضمان في الوديعة على خلاف الأصل. يعني لو عرض أي فعل عمله فضمناه يبقى ده بنضمنه على خلاف الأصل،
الاصل ان ايده يد امانه، واضح؟ بخلاف الرهن، القصد من الرهن ايه؟ التوثق، والامانه تابعه. انا ما برهن عندك حاجه لحد ما اسدد لك الديون، بتثق علشان تثق ان انا هسدده لك، مش كده برضه؟ وفي نفس الوقت انت واجب عليك تحفظه لحد ما سدده لك، فالامانه تابعه للتوثيق مش هي الاصل، بخلاف الوديعه. الوديعه الاصل انها تبقى امانه، واضح؟ بخلاف الرهن فان القصد منه التوثق والامانه فيه تابعه، وينبني على ذلك، هينبني على المعلومتين دول ايه؟ ان دي الاصل فيها الامانه، والرهن الاصل فيه التوثيق، والامانه تابعه. هينبني عليه ايه الخلاف ده؟ ان الوديع يقبل قوله في رد الوديع، لان وضعها الامانه اصلا وهو مؤتمن، فيبقى القول قول الامين، واضح؟ والا لو ما كانش مؤتمن ليه حطيتها عنده من الاول؟ واضح؟ واذا فعل فعلا تعديا ارتفعت عنه ايه؟ يد الامانه، وحلت محلها الضمان، واضح؟ لانه تعدى بقى، لان مقصودها الحفظ وقد زال بالتعدي، فيجب فيها الرد فورا. واما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد. المرتهن بقى، المرتهن في راهن وفي مرتهن. الراهن اللي انا اديت، اللي انا صاحب الشيء اللي اديته لك ترهنه عندك، انا اسمي الراهن وانت اللي خدته عشان تضمن حقك، اسمك مرتهن، كويس؟ فالمرتهن ده لو قال انا رديتها له وانا قلت لا ده ما ردها ليش، القاضي يصدق مين؟ يصدقني انا، لان الامانه مش اصل فيها. لكن في الوديعة يصدق الوديع لان الامانه اصل فيها. فهمت بقى الخلاف؟ فينبني عليه خلاف فقهي، لان ساعات يقول لك طب وايه ليه الرغي ده كله؟ ما هينبني عليها خلاف فقهي في المساله. طب ماشي، ايوه. انا بتقول في الراهن القاضي ياخد قول الراهن، طب مش هو المرتهن هنا يعتبر مؤتمن برضه لان انا سالف منه حاجه اصلا؟ ما هو ما خد بالك ان هو كونه ردها او ما ردهاش دي حاجه، وكونه الدين عليك دي قضيه اخرى. دي قضية أخرى، يعني أنت بتتكلم إن ده في بيني وبينه قضيتين، إن أنا المفروض أديله 10,000 جنيه، وهو حاطط عنده جوهرة ب 10,000 جنيه ملكي. فهمت إزاي؟ فهو بيقول لي أنا رديتها لك، أنا قلت له أنت ما رديتهاش، ما بنتكلمش على الدين. أنا مش في قضية الدين. فهمتني إزاي؟ أنا بنتكلم في الرهن بس. وأما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد، لأن القصد منه التوثق والأمانة تابعة، ولذلك إذا فعل فعلا مضمنا لم يلزمه الرد فورا وإن كان ضامنا. احنا قلنا لو الأمين اللي هو الوديع فعل فعل متعدي يجب أن يردها في الحال، ولو تأخر يضمن، كويس؟ الراهن المرتهن لو فعل فعل في الرهن يؤدي الى ايه؟ الى ان هو ممكن يؤثر فيه، لا يجب عليه الرد مع وجود الضمان عليه. فهمتني ازاي؟ ما يجبش عليه الرد فورا لان هو واخدها للتوثق، هيردها لي فورا، طب يضمن دينه ازاي هياخده؟ فهمت؟ ولذلك إذا فعل فعلا مضمنا يلزمه الرد فورا وإن كان ضامنا لارتفاع الأمانة التابعة وبقاء التوثق الذي هو الأصل هناك. أيوة، يعني الأمانة التابعة، يعني ما أنا قلت لك أنا ما أحط حاجة عندك رهن لحد ما أجيب لك الدين بتاعك اللي في ذمتي، أنت مش مفروض تحفظ هذا الرهن؟ انت واخده اصلا عشان تحفظه ولا واخده عشان تضمن حقك؟ يبقى انت واخده لضمان الحق اصلا والامانه تابعه. فهمتني ازاي؟ بس
لا مش هي المقصود الأصلي. ويستحب قبولها سواء كانت بجعل أو لا. جعل يعني بإيه؟ بمقابل أو لا. جعل احنا قلنا في الجعالة، في باب الجعالة احنا اتكلمنا فيها. الجعل يسميه المصريين ايه؟ الحلاوة. يقول لك احفظ لي دي عندك وليك الحلاوة. او دي اسمها الجعل بقى. بلغة المصريين اسمها ايه؟ الحلاوة. او بلغة الناس الشضالية يقول لك والدخان بتاعك علي. ما الشضالية بقى هم بيشجعوا الناس على التدخين كده برضو، اللي هم الشبيحة والبنطجية. لكن المصريين العاديين ده اللي يقول لك ايه؟ اعمل لي الشغلانه دي والحلاوه بتاعتها عليا، يعني الجعل المقابل. واخد بالك ازاي؟ يستحب قبول الامانه للقادر على حفظها سواء كانت بغير جعل او بجعل، يعني بمقابل او بغير مقابل. ليه؟ من باب اننا نتعاون على البر والتقوى، احنا نقف جنب بعضنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب المواساه ويحب اننا نتعاون ويحب اننا يبقى علاقتنا ببعض طيبه. فهمتني ازاي؟ فيستحب قبوله سواء كانت بجعل او لا، لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، يعني من حرج. والوديع محسن في الجملة، ولخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. والمراد انه يستحب قبولها عينا لمن انفرد، لو كان هو الوحيد الموجود في البلد دي أمين، كل البلد غير أمناء وده الوحيد اللي أمين في البلد، ويجي يقول له لا مش هقبلها، معناه هيحطها عند واحد مش أمين، يبقى هنا تتعين في حقه. وممكن نقول إيه؟ تكون فرض كفاية لو في غيره أمين، فلو قام بها واحد تاني خلاص سقط الأمر عن الآخرين. والمراد أنه يستحب قبولها عينا يعني عليه لمن انفرد، أو كفاية لمن تعدد، فيكون الاستحباب عينيا أو كفائيا، كما أن الوجوب لما نقول يجب يكون عينيا أو كفائيا. واضح؟ ومحل الاستحباب عينا لمن انفرد، أو كفاية لمن تعدد، إن لم يخش ضياعها، بأن بالشرط ده إن لم يخش ضياعها، بأن قدر صاحبها على حفظها، فلا ينافي في قول الشارح وإلا وجب قبولها، لأنه محمول على ما إذا خشي ضياعها بأن لم يقدر صاحبها على حفظها. يعني هو عارف أن صاحبها ده مش هيعرف يحفظها، صاحبها مش هيعرف يحفظها، متأكد من هذا، يبقى في الحالة دي يجب أنه يقبلها منه عشان يحفظ له ماله. واخد بالك؟ ويأثم لو ما قبلهاش؟ يأثم لو ما كانش في غيره في البلد هو اللي يقبله، لكن لو تعدد لا يأثم، إلا لو كل الصالحين في البلد امتنعوا يبقوا يأثموا جميعا. واضح؟ لما فرض الكفاية كده، إذا قام به واحد سقط الإثم عن الآخرين، وإذا امتنع الكل أثم الكل. واضح؟ بأن لم يقدر صاحبها على حفظها، وخرج بقبولها إيجابها فهو إيجابها فهو تابع لجواز التصرف وعدمه، فيصح في الأول ولا يصح في الثاني. فائدة: فرض العين أفضل من فرض الكفاية على الراجح. في خلاف بين العلماء، فرض العين أفضل ولا فرض الكفاية؟ أيهما ثوابه أعلى؟ الراجح عند معظم العلماء إن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والراجح عندي وقليل من العلماء إن فرض الكفاية أفضل. ليه بقى اللي قالوا إن فرض الكفاية أفضل؟ لأن فرض الكفاية بياخد ثوابه، ثواب الفرض، وياخد بجانب ثواب الفرض رفع الإثم عن الآخرين. واخد بالك؟ فيبقى إيه؟ متعدي. والقاعدة أن المتعدي يكون ثوابه أعلى من القاصر على العامل به. كلما كان الفعل متعدي يعني يتعداك، يعني أنت تستفيد به وغيرك يستفيد به، يكون ثوابه أعلى من الحاجة اللي أنت بس تستفيد به. واضح؟ فرض الكفاية كده.
اللي بيقوم بيه بياخد ثواب الفرض وفي نفس الوقت بيرفع الاثم عن الاخرين، يبقى ايه ثوابه زياده. عشان كده انا في فهمنا ان فرض الكفايه ثوابه اعلى من فرض العين، واخد بالك؟ بس اللي خلى بعض العلماء قال لك ان فرض العين ثوابه اعلى، قال لك يعني الصلاه دي مش فرض عين، وهي اعلى العبادات ثوابا وهي فرض عين، مش كده برضه؟ فده اللي خلى الناس. لكن ممكن تكون هي اعلى ثوابا لان هي ثوابها عالي قوي، حتى لو جمعنا فرض الكفايه ثواب الفرضيه فيه زائد التعدي قد لا يساوي ايه ثواب فرض متعين في بعض الفرائض كالصلاه. مجموع الاثنين دول ما يساويش. يعني تقول مثلا فرض الكفايه مثلا في صلاه الجنازه ثوابه 50 درجه مثلا، انا بديك مثال 50 درجه للقائم به، ولرفع الحرج هياخد كمان عليهم 50 درجه، يبقى ثوابه 100 درجة. وفرض العين لما يصلي فريضة ثوابها 1000 درجة لوحدها كده، فهمت ازاي؟ فيبقى اللي ينظر للقدر نفسه، قدر الثواب عند الله قد يكون فرض العين قدره أعلى، اللي ينظر لتعدي إن العلة هي التعدي هيقول لك فرض الكفاية أفضل. واضح؟ فده السبب اللي نشأ الخلاف بين العلماء، وربما يبقى ده اللي هو يعني صحيح في صور وغير صحيح في صور، والتانية يبقى صحيح في صور وغير صحيح في صور، وهكذا. وقوله لمن قام بالأمانة فيها، أي بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه، يستحب أو يجب في حالة التعدي، التعدد على الكفاية أو على العين في حد التعدد أو عدمه، وفي حالة تيقن ضياعها أو عدمه اللي هي الوجوب من عدم من الاستحباب، كل ده يتوجه لمين؟ للي يستطيع أنه يحفظها. إنما اللي يرفض ياخدها لأنه عارف أنه ما يعرفش يحفظها، ده خارج عن المسألة، ده لو خدها يأس، فهمت؟ يبقى الكلام في القادر على حفظها، هو ده اللي قد يستحب في حق أن يقبلها وقد يجب في حق أن يقبلها. إنما الغير قادر على حفظها ده غير مسؤول بالمرة، بل لو أخدها يأثم. فهمت بقى؟ طب مش ممكن يكون الرفض يا دكتور نتيجة إن المودع قادر على حفظها، زي مثلا الفلوس في أيامنا دي، الفلوس في أيامنا ممكن أحطها في البنك فليه تحملني يعني؟ ما هو ممكن ما تبقاش فلوس، لو فلوس قول له حطها في البنك، سهلة. ايامه ما كانش في بنوك مثلا، ايام الامام البيجوري ده ما كانش لسه في بنوك، ومش كل امانه تبقى فلوس، يعني في حاجات ما تتحطش في البنك، واخد بالك؟ المكتبه بتاعت اللي ورثها عن جده وفيها كتب بمليون جنيه، طبعات قديمه ومخطوطات وبتاع، ما يعرفش يحطها في البنك، وحاططها هو في شقه، واخد بالك ازاي؟ فبيقول لك احفظها، انت راجل فاهم الكتب وراجل مثقف وفاهم قيمتها وعارف، فما يقول لك احفظها عارف انها في ايد امينه، واخد بالك؟ ففي حاجات ما بتتحطش، مش كل حاجه بتتحط في البنك حتى في زماننا ده. لمن قام بالامانه فيها، اي بان قدر على حفظها ووثق بامانه نفسي فيها حالا ومآلا. افرض ان انا مجرب نفسي انها ممكن تحلف عيني في يوم من الايام، انا قال وقتي هاخدها ونيتي فعلا لو طلبها مني حدها له، لكن انا مجرب نفسي ان الحاجه لما بتقعد في ايدي كتير بتحلف عيني وبستعملها، يعني انا مش ضامن نفسي في المقال، يبقى ما اخدهاش، واخد بقى؟ كل واحد، بل الانسان على نفسه بصير ولو القى معاذيره، لازم يضمن ان هو امين عليها حالا ومآلا، يعني في المستقبل، واضح؟ أي ومآلا، أي حال قبولها وبعده، فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرضها للتلف، وإن قدر على حفظها وهو في الحال أمين لكن لم يثق بأمانة نفسه في المستقبل بل خاف من نفسه الخيانة فيه كره له قبولها خشية الخيانة فيها،
وهذا إذا لم يعلم المالك بحاله فيهما، وإلا فلا تحريم في الأولى ولا كراهة في الثانية، وتكون مباحة فتعتريها الأحكام الخمسة. كويس؟ يعني تحتمل أن تبقى مستحبة، تحتمل تبقى مباحة، تحتمل تبقى واجبة، تحتمل تبقى مكروهة، تحتمل تبقى حرام. هذه المسألة. وقول إن كان ثم غيره، أي إن كان هناك في مسافة العدوى أمين غيره. مسافة العدوى اللي هي يعني إيه؟ حاجة كده زي أقل من مسافة القصر، دي مسافة العدوى. يعني زي من هنا كده مثلا لحد ميدان التحرير، دي يسموها مسافة العدوى. مثلا لو من هنا لحد ميدان التحرير ما فيش أمين، واحد عايز يحط أمانته في المقطم عندي وأنا في المقطم، يبقى إيه؟ وما فيش حد غيري، يبقى هنا يجب أن نقبله. واضح؟ طبعا تتغير مسافة العدوى دي على فكرة باختلاف بقى وسائل المواصلات. كانت زمان مثلا من هنا لميدان التحرير لو هياخدها ماشي مسافة، يركب الحمارة مسافة برضه، يركب الحصان برضه. الوقت بالعربية لو ركب الحمارة توصل أكتر أسرع، لأن الوقت العربيات بقت زحمة أوي، إنما أيام ما كانت الشوارع سالكة هي 10 دقايق تلاقي نفسك في التحرير. إنما الوقت يعني الحمد لله الواحد بيفكر يجيب حمارة علشان أولا ما نلوثش البيئة، ثانيا توصل بسرعة، تمشي على الرصيف، تمشي بتاعت تناور وتحاور، وفي نفس الوقت ما بتعورش حد ولا تصطدم بحد. غاية ما هناك هترفس واحد، ولما ترفسه يعني مش هيموت، لكن العربية بتموت، ربنا ينجينا. وبعدين مست الحمارة هتبقى حمارتين بعد شوية، إنما العربية عمرها هتبقى عربيتين. ينفع تجيب عربية وبعدين إيه تحمل وتولد عربية تانية؟ تنفعش. فالحمارة أحلى، وبعدين كمان تونسك، واخد بالك؟ يعني ليها مزايا كتير. ربنا خلصنا من البترول وإحنا نرجع للحمير والحصينة تاني. هتلاقي كل وسائل المواصلات دي شوية علب صفيح يكونوا قدام البيوت ملهاش لازمة، وعايزين ندور بقى على العجلة والحمارة والحصان ونركب الحنطور تاني وتبقى جميل، ونرجع بقى إيه لأيام بمبا كشر. فربنا ينجينا. فيبقى مسافة العدوى تختلف باختلاف الأحوال، مش هي حاجة محددها الشرع يعني، فهمت ازاي؟ بتختلف باختلاف بقى زحمة المواصلات ووسائل المواصلات السهلة من عدمها وهكذا. وإلا وجب قبولها، أي وإن لم يكن هناك في مسافة العدوى أمين غيره وخشي ضايعها وجب عليه قبولها عينا، فلا ينافي أنه يستحب قبلها عينا لمن انفرد، لأن ذلك محمول على من لم يخش ضياعها كما مر. وقوله كما أطلقه جمع، أي من أصحابنا معاشر الشافعية، ومعنى إطلاقهم له أنهم لم يقيدوه بأصل القبول، مع أنه مقيد بأصل القبول كما يعلم مما نقله بعد عن الروضة وأصلها. قوله أي الإمام النووي، وقوله في الروضة كأصلها متعلق بقال، والمراد بأصلها ما اتفق فيه لفظ الرافعي والنووي قبل زيادة الروضة. مع روضة الطالبين دي كان مختصر لكتاب إيه؟ الإمام الرافعي الكبير. وقوله في الروضة كأصلها متعلق بقال، والمراد بأصلها ما اتفق فيه لفظ الرافعي والنووي قبل زيادة الروضة. الإمام النووي لخص كتاب كبير للرفع في الروضة وزود حاجات ما قالهاش الرفع، فاسمها زيادات الروضة. كويس؟ وقول وهذا أي وجوب قبولها محمول على أصل القبول، أي على أصل هو القبول، دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا أي بلا أجرة، فله المطالبة بأجرة منفعة نفسه ومنفعة حرزه. لا يقال كيف يكون له أخذ الأجرة على الواجب، يعني هو نفسه لو كانت الحاجة دي الأمانة دي بتحتاج عشان يحفظها تكاليف، لأنه ياخد تكاليف حفظها مش أجرة حفظها، لا هو مش هياخد أجرة لنفسه، ده هياخد اللي يصرفه عليها، واخد بالك؟ فله المطالبة بأجرة منفعة نفسه ومنفعة حرزه،
لا يقال كيف يكون له أخذ الأجر على الواجب، لأن نقول قد جوزوا أخذ الأجر على الواجب، يعني ما يتلفش منفعته، يعني ممكن الأمين ده يطلب أجر لنفسه كمان، يقول له لأن أنا كده هضطر علشان أحفظ لك الأمانة دي مش هروح الورشة بتاعتي، هسيب شغلي هقعد جنبها، أنا كده هضطر أخسر، فمقابل هذا تدفع لي عن اليوم كذا. كويس؟ بيقول لك إذا كان واجب عليه أنه يقبلها لأنه لا يوجد أمين غيره وهي هتضيع لو ما خدهاش، إزاي هياخد على الواجب أجر؟ فهم؟ أدي السؤال. فبيقول هنا لأن نقول قد جوزوا أخذ الأجر على الواجب كما في سقي اللبأ وإنقاذ الغريق وتعليم الفتح. سقي اللبن اللي هو ايه؟ اول اللبن ما ينزل في النتاج بيبقى مفيد قوي للرضيع، لانه في اجسام مضاده وفي مش عارف ايه، ففي الحاله دي ممكن انك انت ياخد اجر على سقي اللبن ده. كويس؟ وانقاذ النتاج المولود، يعني المولود من البهيمه ومن الانسان، اول لبن نازل للمولود ده بيبقى يسموه اللبأ، واخد بالك؟ وتعليم الفاتحة وإنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق واجب ولا مش واجب؟ واجب. لقيت واحد بيغرق وانت بتعرف تعوم وتعرف تنقذه، واجب عليك تنزل تنقذه، ومن حقك أن تطلب أجر إذا أنقذته. كويس؟ وكذا تعليم الفاتحة، واجب عليك تعلم الناس القرآن ولا لا؟ واجب عليك، بالذات الفاتحة، لكن تاخد عليها أجر وقت، أجر الوقت اللي هتقعدوا معاه عشان تحفظوا الفاتحة. يبقى ما بتاخدش أجر الإيه؟ الفعل ذاته، لكن بتاخد أجر الوقت اللي بذلته والجهد اللي بذلته وليس الفعل ذاته. ومع حكمين بوجوب القبول عليه عينا، لو امتنع من قبولها أثم ولا ضمان لعدم الاستيلاء عليها. ونقف على قوله ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، لأن دي تفاصيل عايزة قاعدة لوحدها إن شاء الله يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. يلا يا عبد الرحمن اعمل شوية شغل. أيوه. هل حبة البر تعتبر محترمة؟ محترمة لأنها نعمة، لكنها غير مبيعة، غير متمولة، غير متمولة بس، غير متمولة، لكنها محترمة لأنها إيه؟ مأكولة. مأكولة.